الرواية الثالثة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال قال يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين لخوف. تقية هنا منتفية لخوف، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة؟ لو كانت التقية مشرعة والشيعي يخالفها، هل يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة؟ كل هذه الروايات تشير إلى أن التقية ليست مشرعة في زيارة الحسين. ماذا يعني ذلك؟ لا يوجد عندنا ولا عبادة من العبادات ولا تشريع من التشريعات لا تشرع له التقية إلا زيارة الحسين. التقية ليست مشرعة فيها لأنها تتجاوز الواجبات العبادية، تتجاوز الواجبات الفتوائية والشرعية.